اكيد مبسوط بنجاح اليوم بسوق واقف ومبسوط بهالمهرجان اللي عم يستقطب هالنجوم العرب ويعني يعني نحن بحاجه بال 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 بالوطن العربي لمهرجانات من هالنوع لحتى نرجع ندخل الفرحه والبسمه للناس ونقول لهم انه الدنيا بعدها بالف خير أه الحمد لله بدي اشكر الله انه جمهوري اكيد آه مبسوط انه عندي شعبيه كتير كبيره بلبنان بس الجمهور الحمد لله هو جمهور على صعيد الوطن العربي يعني وهيدا اهم شيء للفنان انه ما يكون آه ال ال الجمهور المتابع هو محدد من فئه معينه او من بلد معين فانا من المطربين اللبنانيين اللي بتابعوني الناس ان كان بالعراق او بسوريا او بفلسطين، أنا يعني بكل دول بكل دول العربيه ولانه الالوان اللي بغنيها الوان شامله ومتعدده، ماني محصور ضمن اطار واحد، فهيدي شغله بتصور انه بتعمل لي اضافه و... والحمد لله الحمد لله على كل شيء. بصراحة ما عمري زرت العراق لكن عندي صداقات مهمة كثير من زمان الفنانين عراقيين وتعاونات مع فنانين عراقيين من اللحن قلني استنى علي أصحيح. تعاونات مع ملحنين وموزعين وشعراء وعلى رأسهم القيصر كاظم ساهر والرائع كريم العراقي والفنان الكبير اللي أنا اكتشافه كوكب حمزة تحية <applause> كبيرة لكم من مهرجان سوق واقف وأنا كان نحبكم هواية اسماء المنور الحمد لله كان حمل يعني كنت خايف شويه خاجول يعني مع التعب مع الطياره مع الاستوديو مع ما نمتش و... وهذه حياة الفنان آه الحمد لله آه كلهم كانوا مبسوطين وانا نشوف الايكرون كان الناس الام اللي كانت على برا يعني آه كان كانت عندي ما كان الحال صوتي كان تعبان وكان ربي سبحانه وتعالى كان عاطيني قوه يعني كي نشوف هكا الصور نزيد يعني على كل حال الحفل كان جميل وجيسبيغ يعني ان شاء الله يعني يكونوا كلهم مبسوطين مشاهدين استمروا بالعراق شو بتقولوا المجموعة اه ايوه العراقي الجزائري بحال بحال, بحال بحال نفس الشيء اه عقلية واحدة والله <applause> <applause> شو نقول؟ نقول ان شاء الله السلام ان شاء الله ان شاء الله حب ان شاء الله نجي العراق ان شاء الله ان شاء الله نجي نغني كما اليوم غنيت في قطر كما غني في دبي ونغني في الجزائر ان شاء الله يكون عندهم الرحمة ان شاء الله يكون يعني شو نقول؟ نقول يا العراق ان شاء الله تكون تعيشوا في السلامة وتعيشوا في الفرحة ان شاء الله ويبعد عليكم هذا الغيام هذا ان شاء الله عن